عشان انا جميل وحلو كلام خالص. ما شاء الله. عصمت ملك جمال الشرقية، الشاب اللي قال على نفسه ان مفيش حد في الشرقية في جماله ولا حلاوة شكله، شعره سايح ونازل على نص راسه. أعزائي المشاهدين، أعزائي المستمعين، أنا وأنتم على موعد ولقاء. وعنيه قالوا عنها إنها بتبص لبعض، إيه حكاية عصمت ملك جمال الشرقية؟ معاكم مالك جمال الشرقية، أحسن واحد في الدنيا كلها والكرة الأرضية، وإزاي قدر بمواصفاته دي إنه ياخد لقب مالك جمال الشرقية؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. حكاية النهاردة حكاية ولا أروع، بطلها شاب من الشرقية وصف نفسه إنه مالك جمال الشرقية ويمكن مالك جمال مصر كلها، وعنده مواصفات خاصة في الجمال هو لوحده بس اللي شايف إنها مخلياه جميل وما فيش زيه. مؤمنين بحلاوته بطعمتي عشان انا ملك جمال الشرقية. عصمت شعره نازل على نص راسه وناعم جدا، ده حقيقة مش هزار. والحقيقة التانية الأكثر صعوبة بقى إنه اتضح إنه بيحط على راسه زيت طعام، لا كريم ولا فازلين ولا حاجة من دي، هما شوية زيت الأكل وشكرا على كده، جايب معاه نتيجة ولا أروع. هو الصراحة شعره ناعم فعلا، بس دي مش كل مواصفات الجمال في عصمت، دي نظرته لوحدها حكاية. عصمت قالوا عنه على السوشيال ميديا إن عينيه بتبص على بعضها، ودي من أسرار جماله وحلاوته يعني، هو اللي شايف عينيه سر من أسرار جماله، وقال ده قبل كده في لقاءات تلفزيونية مصورة نزلها على حسابه على تيك توك وفيسبوك. الشيء التاني اللي لافت في جمال عصمت كانت طريقته وأسلوبه في الكلام والحوار. عصمت أسلوبه في الكلام كله هزار وضحك، عصمت خفيف الظل فعلا، ويمكن يكون بيعمل كل الحركات اللي فاتت كده علشان يضحك الناس ويبسطهم ويكون ترند، بس هو للأمانة سبق ونفى إنه عايز يكون ترند. هو بيقول إن دي شخصيته الحقيقية مش هزار ولا تمثيل، وده ما يمنعش برضه إنه حابب الناس تضحك وتنبسط عادي، هو بيحب الهزار والضحك وحابب الناس تضحك وتنبسط معاه عادي خالص. عصمت اللي هو ملك جمال الشرقية قال ان مش هو اللي اعطى نفسه اللقب ده على كلام اهل بلده في الشرقية، هما اللي ادوله اللقب وفخموا فيه، وهو زي ما صدق مسك في كلامهم وقال اشمعنى انا. عصمت برضه ملك جمال الشرقية قال من فترة ان زي ما في بنت في المقطم بتقول على نفسها انها اجمل ملكة جمال المقطم، فهو حابب برضه يعرفها ان في رجالة ملوك جمال، وبقى هو كمان ملك جمال الشرقية، ولو تطور معاه الامر شوية هيبقى ملك جمال مصر كلها. بس هو مدي الناس فرصة، يمكن يكون في حد اجمل منه خلال الفترة اللي جاية، وعنده امل يعني ان في حد اجمل منه في مواصفات الجمال اللي حاططها لنفسه دي. انتم ايه رأيكم في موضوع مواصفات الجمال دي؟ هل في حد في البلد اجمل منه فعلا على مواصفاته دي ولا لا؟ وايه رأيكم في مواصفات جماله اصلا؟ ما تنسوش تكتبوا رأيكم عنه في التعليقات، وتقولوا برضو رأيكم في مواصفات جماله الخاصة، واهم حاجة لو حد يعرف يكتب لنا في التعليقات هو اللي بيعمله ده حقيقي ولا هو في الأصل بيهزر.